احنا بقلب المتحف تبع ريفولي. هيدي اليوم السنه ما تعمرت سنه 1952، سكرت 89، بعد 30 سنه تحولت لتكون المسرح الوطني اللبناني. هيدي اول مسرح وسينما مجاني بلبنان. الحلو انها هي بالجنوب ومش ببيروت. هيدي السينما هي متحف، هي مبنى يجب انه محافظ عليه. يعني كل شيء موجود بالسينما، الكراسي، الافيشات، الافلام، المكان، هو بتشعري انك انت عن جد عم بتشوفي ارشيف من السينما اللبنانيه. فقمنا بتاسيس مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمدراما المراه، وخصصنا هذا المهرجان ليصير حدث سنوي بمدينه صور، يطرح قضايا المراه باشكال مختلفه. مسرح المونودراما هو الومن شو او الممثل الواحد، وهذا نوع من المسرح. يعني نحن عندنا في عدد من المسرحيين، منهم محمد بكري، زينب القدسيه، رفيع احمد، في عدد كبير من المسرحيين العرب اللي هن يعني لهم صيت بهذا المسرح اللي هو المسرح المونودراما السولو اذا فينا بالاسباني، ومن شو بالانجليزي. افتتاح المهرجان بالعرض المصري، هذا العرض اللي عم يتناول قضية العلاقة الزوجية وعم يتناول البيئة المصرية إذا فينا نقول. هو عرض النهاردة مونودراما اسمها بلا معنى، تمثيل وسام أسامة، إخراجي تأليف مؤلف مصري كبير اسمه ميخائيل رومان. هي مسرحية مونودراما بتتكلم عن علاقة الرجل بالمرأة، يعني من خلال سيدة طول الوقت بتحاول تخلق حوار بينها وبين زوجها، فبنشوف من خلال الحوار ده احتياجات المرأة اللي بتحتاجها من الراجل. هو أنا لازم يعني أشوفك بعينيا.